البشير الإبراهيمي بالأبيار بأعالي العاصمة. رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي وسط حضور إعلامي وطني ودولي مكثف. رئيس الجمهورية محاط بأفراد من عائلته جرت العادة أن يرافقوه في هذا اليوم المشهود والكبير في تاريخ الجزائر. كما نتابع إذن السيد الرئيس يؤدي واجبه الانتخابي بمدرسة البشير الإبراهيمي بالأبيار بأعالي العاصمة وسط حضور إعلامي مكثف كما ذكرت فريدة. بالفعل أمين. إذن كعادته فخامة رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي، يتجاذب أطراف الحديث مع المشرفين على هذه المكاتب وكذا الحاضرين بهذا المكتب الانتخابي بمدرسة البشير الإبراهيمي، مرفوقا بأفراد من عائلته يغادر فخامة رئيس الجمهورية مركز الاقتراع.